Right there. You see it? Look how sharp this is. نزيد واحد شويه ديال الملحه لان الملحه هي ماده حافظه
وغادي تساعدنا في هذه الاموريه هذه، نزيدوا شي شويه ديال الملحه وكان نكونوا متيقنين باننا انها ميبسه واش لانه دابا كاينه الشمس مازال باش زيد تعاين على انها تيبسها، ولكن كنيبسوا بهذه الطريقه ديال الحرارة. ثم ملي كتيبسوا في الفرن حتى كتولي بحال البودره ديال اللوز، حتى كتولي بحال البودره ديال اللوز، يعني بحال شديتي اللوز وطحنتيه، اللوز ماشي المقلي مثلا ولا شديتي اللوز هكا ناشف وهرمشتيه حتى كتولي ديك البودره. فوالا كناخذوا هذيك البودره تندوزوها في واحد الغربال كنغربلوها مزيان، ثم كنديروها في واحد القريعه ديال الزاج وتنحطوها وتنبداو نستعملوها كبودره ديال الثوم كنصوبوها بيدين. سهله بسيطه، وهذيك الملحه هي ماده حافظه تقدر تبقى لينا يعني بديك الطريقه حتى ل 20 يوم حتى لشهر ما كاينش مشكل، تنديروا الكميه اللي غادي تكفينا واللي غادي نستعملوها بطبيعه الحال. بالنسبه للبصله حتى هي ميبسه زوينه بزاف، اول حاجه البودره ديال الثومه والبودره ديال البصله تقدروا نديروها في ليبا، كنقدروا نديروها في ليكيش، كنقدروا نديروها في العماره ديال البيتزا، كنقدروا نديروها في بزاف ديال الحويجات وكتعطي واحد النسيمه زوينه وكتسهل الماموريه بيني وبينكم. من نجيب الثومه ونقطع فيها ونجيب البصله ونقطع فيها كتجيني كتسهل الماموريه، لاصوص ديال مطيشه كتعطي فيها واحد البنه خياليه. الوغ شنو غادي نديرو؟ خياليه هاد البصله ماشي اي بصله كنيبسوها، كنجيبو ديك البصله الصغيره اولا كما كيقولوا لها لونيون سيريز، واحد البصيله صغيره كتكون ما كتكونش ديما، هي موسميه ولا ملي كنطيحوا فيها كنجيبوا ديك البصيله الصغيره. ما لقيناش البصيله الصغيره اللي تنخضروا بها، باش نزيد نقربكم، ديك البصيله اللي كنديروا بها الطويجين ديال البصله والزبيب كتكون واحد البصيله صغيره هي موسميه ما كتكونش ديما تنخضروا بها. الا ما عندناش هذيك البصيله كناخذوا البصله الخضاريه، البصله الخضاريه اللي كتكون صغيره تنقيوها وحتى تنقيوها وتنخليوها هكا مكركبه، تنخليوها مجموعه ما نقسموهاش، نخليوها مجموعه كنحيدوا لها غير داك الراس ديالها وتنحيدوا لها هذاك التحت ديالها، تنحيدوا القشره وتنخليو دوك الكركبات ديال البصله مجموعين، كنغسلوها مزيان كنمسحوها مزيان كنشفوها مزيان، ثم كناخذوا واحد شويه ديال الزيت البلديه وتندهنوا ديك البصله ديالنا بالزيت البلديه وتنحطوها على جنب، تنخليوها بحال كتشرب هذيك الزويته البلديه. من بعد كتخليها واحد ساعتين ولا ثلاثه ديال السوايع، تنديرها في واحد لاطا ديال الفران وتندخل تمويل الحفلات لا في العمل This is his new way of entering the room. What? He just sticks his head out. Is that it? This is the outskirt of Mol Idris.